وسنقوله إلى الأبد. سندين القاتل أردوغان مستبد أو غير مستبد أنا أول من أدان داعش يا محمد. أنا في الأيام الأولى التي دارت فيها داعش. سؤال سؤال يا سيد أردوغان مستبد أو غير مستبد بدون فلسفة جاوب يا سيد أردوغان اختير بالانتخابات بينما الولي الفقيه أردوغان اختير بالانتخابات بينما الولي الفقيه لا يختار أبدا. إذا أردوغان بالنسبة لك نموذج تضيع وقت الحاكم إذا أردوغان بالنسبة لك نموذج بالديمقراطية سيد سالم لك مثل شعرك مش موجود. طب لا تشخصن صحرا حديث تحدثنا عن عدم الشخصنة تحدثنا عن عدم الشخصنة سيد سالم سيد كلام لا ينفي كلام غير مفيد. أردوغان نموذج للديمقراطية بالعالم. طب خلينا نسمع العرب. هو الخامنائي هو الذي نموذج الخامنائي هو الذي نموذج الذي هو فوق الرئيس. سيد نعود إلى الموضوع كي لا نبتعد عن الموضوع من فضلكم السؤال من جديد أعيد السؤال. واحد عم بينظر على الناس بالاستبداد وبالحرية وطالع معه أردوغان نموذج. طيب سيد سالم اسمعني جاوب أردوغان مستبد أو أنا من يطرح الأسئلة سيد سالم أنا من يسأل أنا من يسأل أنت يا منظراتي جاوب أنا من يسأل سيد سالم أنا من يملك الحق في السؤال. سيد العربي زيتون سألت عن إمكانية تشكل أحلاف جديدة. ساعة تحكي الاستبداد عشوائي أنا رح صدقك ولك عشوائي أنا رح صدقك بلا فتنة فكرتك عن جد ضد الاستبداد. هول الصحفيين الموجودين هلا بالسجون بعد أردوغان هذا من مستبد؟ وكم في مصر؟ وكم في إيران؟ عرضك والله بتبلغ موضوعنا يا سيد سالم. لسنا بصدد الحديث عن أردوغان يا استاذ يا سيد سالم جاوب بتركيا ما تضيع يا جبان ما تكون جبان جاوب. لا داعي للشخصنة سيد سالم أعطيناك الوقت الكافي. سؤال أردوغان مستبد أو لا؟ محمد مرسي مستبد أو لا؟ اشرب مي اشرب اشرب محمد مرسي اختاره الشعب المصري وأردوغان اختاره الشعب التركي. يا سيد يا سيد لا تقاطعني وأنا أتمنى على الصحفي الشعب أن يعرف كيف يدير هذه الحوارات. أبو علي محمد مرسي أبو علي محمد مرسي أنت إخواني صغير حقير. طب خلينا سيد سالم سيد سالم من فضلك سأضطر لإنهاء الحلقة. قول من الأول من وقتنا ضل ثلاث دقائق يا صاحبي ما تستحي سيد سالم من فضلك قول أنت من فضلك ما تستحي من فضلك سيد سالم ديمقراطية وحقوق الإنسان عرف عن نفسك أنك إخواني صغير يا سيد صاحبي إخواني صغير تسكن في لندن العاصمة سيد سالم سوف نضطر لإنهاء الحلقة لا نسمع شيء هيك عرف حالك تعمل لي ديمقراطية وحرية ولك بلا فتني أنا عشوائي رح صدقك عونطجي يلا غيرك عونطجي كشفت اخواني قول انك اخواني حقير صغير ما كنا كملنا الحديث معك لهون ومحترمينك انا اشعر ان روسيا لك انا عم فعشوائي انا رح صدقك انك مفكر واديب وعم تحكي الاستبداد بحكيك بهليكتون بتحكيني باردوغان انا سأضطر سيد سالم سأضطر لانهاء الحلقه سيد سالم من فضلك التزم من فضلك بتوزيع الوقت. تفضل سيد العربي يتحدث عن امكانيه تشكيل جبهه دوليه موحده لمحاربه الارهاب. يا ليت السيد يناقش الأفكار ولا ينزل. أنا لولا احترامي للمشاهدين الكرام لأسمعته كلمة كلاما لن يسهو أبدا. إن شاء الله أنت شافت إخواني أبداً. مجرم أنت لو ما بتشتغل لا داعي للشخصنة سيد سالم ما بتكون على الشاشة أنت لازم تكون بالحبس ولك أنت هذا اللي فجر حاله مثلك زميلك رفيقك طبعا أنتم جبحتم الناس أنت يا مخابرات تشتغل مع الإنجليز يا سيد سالم نحن على الهواء قبل العنوان أنك مفكر وأديب أنت وإخواني مع أردوغان يعني أنت حقك فرنجان لا موضوعنا أردوغان ولا موضوعنا السيد العربي زيتون سيد سالم ديمقراطية يا عيب الشوم عليك يا عيب الشوم عليك استحي انضب عم تحكي بالاستبداد ولك بلا فتني أنا عشوائي رح صدقك يا صحفي يا ليت تخرج هذا الكلام طلعت مخبر صغير عند الاخوان المسلمين تفضل سيد زيتون انا في دقائق قليله يتمتع بسوء ادب هذا المتحدث سأضطر لانهاء الحلقه طلعت كثير تافه عليك نفسك ثاني مره كان عليك ان توقف سوف اضطر لايقاف اللي استبداد عرف عن نفسك صح انت عند اردوغان بالمشروع الاخواني ما تستحي عادي اردوغان اختاره الشعب التركي ومرسي اختاره الشعب المصري بينما الولي الفقيه لا يختاره الشعب الايراني الولي الفقيه الذي تعبده لا يختاره الشعب الايراني اطلع اكتب لك وايش الولي الفقيه اشرف منك من اردوغان وصلتنا لهون بالحكي عرف عن نفسك ثاني مره اخواني اردوغاني حقير هيك لازم تعرف عن نفسك انتم بلاء هذا العالم وانتوا اللي عم تهجروا باوروبا انتوا فتحتوا مرسين لكي ينتقل اليها الارهابيين هذا اردوغان هو هتلر هذا الزمن
وهذا العصر. انت لك عين عم تحكي بالاستبداد. نعم انا في قلب محورنا. إذن سوف اضطر اعتذر للمشاهدين الكرام, سوف اضطر لانهاء هذه الحلقه, لكن قبل ذلك اذكر بنتائج مشاركاتكم على تويتر. إذا مشاهدينا الكرام, نتائج مشاركاتكم على تويتر: 72% لضيفنا من بيروت و 28% من لضيفنا من لندن. بإمكانكم الاستمرار في التصويت, أيضا بإمكانكم الإجابة على السؤال المطروح في موقعنا على الإنترنت: هل يدفع الإرهاب أوروبا إلى التخلي عن مبادئها ووحدتها؟ إذا جزيلا لكم على طيب المتابعة, إلى موعد آخر في أمان الله.